هذه الفرضية والمؤشرات تقول ذلك. هذا الكلام الذي كان يتحدث عنه السيد محمد فؤاد، أن بالفعل المشروع أكبر من المسألة الليبية بالداخل أو الصراع الليبي، وإنما هو أطماع لدول معينة وستغير الطبيعة الديموغرافية في المنطقة الجنوبية. إلى أي مدى هذا الكلام أقرب لواقع الصراع الذي اليوم؟ هو بالتأكيد هذه مؤشرات وقراءات تؤكد هذا الواقع الذي تعمل عليه فرنسا وتعمل أيضا بعض الدول الإقليمية. لذلك عندما أتحدث عن المجلس الرئاسي، وهنا نرجع إلى سؤالك، المجلس الرئاسي إلى الأسف لم يتعامل مع القوانين الدولية ولا العلاقات الدولية، حتى من منطلق يعني استجلاب المصلحة والمنفعة إلى ليبيا، ومحاولة استغلال واستثمار الدعم الدولي لحفظ استقرار ليبيا وخاصة في البوابة الجنوبية لليبيا. لذلك هنالك يعني لا أقول يعني مصيبة ولا كارثة من المجلس الرئاسي في عدم تعاملهم بجدية والارتقاء إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا المجلس، والذي أصبح يعني مقاليد الأمور كلها في يده ومن خلال الاعتراف الدولي. لذلك لابد أن يكون هنالك استراتيجية سريعة بخصوص التعامل مع الوضع الموجود في الجنوب. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لابد من إرسال قوة، لأن مثلما ذكر ضيفك السيد محمد فؤاد أن الكارثة في سحب القوة الثالثة والتي كانت مشكلة من جميع مناطق ليبيا، وحقيقة ساهمت في الاستقرار في المنطقة الجنوبية واستطاعت أن تحدث فارق في العملية الأمنية. أيضا كانت تحد من انتشار هذه العصابات. ولكن نظرا أن هنالك مشروع للسيد فايز السراج بأن يسمح لقائد عملية كرامة خليفة حفتر بأن يتمدد إلى الجنوب ونقل الفوضى من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية، وهذا مشروع مهمة جدا سيد عبد الكافي. عندما كانت القوة الثالثة موجودة في الجنوب تعرضت لحملة شيطنة من وسائل إعلام الكرامة، وتم الضغط عليها من بعض يعني المشائخ والأعيان في المنطقة الجنوبية. إلى أي مدى التأثير السياسي على أهالي الجنوب أدى إلى مزيد من تفاقم الأزمة؟ نعم، حقيقة هي تزامنت الحملة، بدءا من بعض الشخصيات كانت تخرج حتى على القنوات الموالية للمنطقة الغربية والموالية للدولة، تخرج وتشن حملة. أيضا بعض الأعيان أو الشخصيات مثلما التي رأيناها في المنطقة الشرقية وكانوا يبيعون القذافي سابقا ويبيعون الصنديد حاليا، هذه الشخصيات هي سبب كارثة ليبيا. نتمنى عليهم أن يأخذوا جانب يعني. لذلك هذه الشخصيات تزامنت حملتها مع الحملة التي قام بها فايز السراج بتحجيم تحركات القوة الثالثة، منع الإمدادات عليها، عدم دعمها، سحب أي تكليفات سابقة أصدرت بحق هذه القوة. أيضا تزامنت مع تقدم قائد عملية الكرامة إلى المنطقة الجنوبية، فهي كانت سياسة ممنهجة ضد القوة الثالثة وتواجدها في الجنوب. والنتيجة ما نحصده الآن، وتصور النتيجة الآن، ربما أنت أو من يريد ليبيا ويريد الاستقرار لليبيا لا يرتضيها، ولكن هنالك فايز السراج، هنالك خليفة حفتر، هنالك الأطراف التي تريد الفوضى وعدم الاستقرار ترتضي مثل هذه النتيجة، وعلى العكس هي ترفع من معنوياتها لأن استطاعت تحقيق هدف عدم الاستقرار.